السلام عليكم متتابعين قناة زين بكويزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير العجينة ديال البيتزا. كنت سبق ليا ودرت لكم يعني البيتزا، دابا بغيت ندير الطريقة ديالها بوحدها. بزاف ديال السيدات اللي طلبوني ندير يعني غير لاباط بوحدها. كنحتاج لهاد لاباط 50 ملليلتر 50 ملليلتر ديال الزيت كي كتشوفوا، زيت البلديه. عندي 3 المعالق ديال السكر سنيده، وعندي الملح على حسب القياس، وعندي هنا الزعتر 2 معالق كبارين، وعندي 2 معالق كبارين ديال الخماره في كيلو ديال الفورس، وعندي طرو ديال الحليب. كندير الحليب وكندير عليه هذاك سنيده، وكنخلي هكذا مع شويه مع الخماره تذوب. كنجيب هاد لافارين كنكب عليها الزيت، كندير هذاك الزعتر، الزعتر كي كتشوفوا كنحكو هكا من بين غير مع يديا، كندير الملحه، كندير هذيك الخماره وسنيده، كنخلطهم مزيان بحال هكذا. وكنبدا كنخلط بالحليب، وهاد لاباط هادي يعني ما كديروش بها غير بيتزا، كتحتاج بزاف ديال المملحات. من بعد ان شاء الله وغادي مره غادي نحط لكم يعني حاجه، كل مره ندير حاجه. غنخوي هذاك الحليب كله كي كتشوفوا، ودائما على حساب يعني لافارين اللي عندكم. كاين لافارين اللي كتشرب هكذا الحليب ولا الماء، وكاين لافارين اللي ما كتشربش بزاف. انا هاد لافارين هادي يعني موالفه كنديرها، يعني عارفه شحال كتاخد ليا ديال الحليب. اللي بغى يعجن يعني هاد لاباط ليله كامله ويخليها يدير غير معلقه وحده ديال الخماره، واللي كان مزروب يعني يدير 2 معالق. بحال انا دابا غادي نعجنهم، غادي نخليها واحد نص ساعه يعني تاخد الوقت ديالها باش تطلق ليا العجينه. وكي كتشوفوا العجينه كتجي بحال هكذا، من بعد غادي تشد راسها وكتجي بحال اللي مدلوكه. ملي كتكون هكذا العجينه مطلوقه كتجي البيتزا كتجي زوينه بزاف. غنخليها دابا واحد نص ساعه عاد نولي نوريكم كيفاش كتجي في الاخر. من بعد ما خليت العجينه ديال البيتزا تخمر كي كتشوفوا، ها انتما كيجي على هذا الشكل هكا. غندهن يدي بالماء، ها انتما كيجي على هذا الشكل، شكي كيجي بحال لاستيك خامره زوينه ومطلوقه بحال اللي مدلوكه. كتجي زوينه بزاف. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوها وتابوني في لاشين ديالي، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.